السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء، وتعالوا خلينا نسولف عن التنين اللي يخاف من عنده كل طلاب السادس الإعدادي، اللي هي إف الشرطية. إف الشرطية مسوية كابوس للطلاب، مع العلم ما أعرف شنو هذا الكابوس، مادة سهلة بسيطة حلو، تعال نشوفها شلون نتعامل وياها، بس راح نشتغل وياها يعني نبنيها بنيان، فلا تخافون وخلي بالكم وياي. شلون وشنو القصة؟ أنا فهمك شنو القصة. بالامتحان الوزاري راح يجيب لكم جملتين. طيب أنا شلون أعرفها إف الشرطية؟ من خلال الإف نفسها. وأكو جملتين وفراغ واحد، وأنت وظيفتك تحل هذا الفراغ نفسه ما موجود هنا أنا مثل ما قاعد تشوفون. تعالي شلون يعني أنا هسه أنا شلون راح أشتغلها؟ هسه شلون راح تشتغلها؟ هسه راح نفهمك. بس خلينا نوضح لك الصيغة، انه عندك اف الشرطية وعندك جملتين وعندك فراغ، وانت المطلوب من عندك ان تحل هذا الفراغ. زين، شو اسوي؟ نجي شبابنا الطيبين كالآتي، هنسوي لكم جدول مرتب. مثل ما قلت لكم قاعد نشتغله ونبنيها بنيان. نكمل الجدول الأخير. احنا راح نروح وين؟ راح نروح للجملة. الجملة إذا لقيناها مستقبل، استاذ شلون أعرفها مستقبل؟ راح تلقى بيها وال. شو اسوي؟ اذا تروح للفراغ تحوله مضارع بسيط. صار شنو قاعدة المضارع البسيط؟ اذا كان الفاعل مفرد راح تخلي فعل بي اس، واذا كانت منفية تخلي دزنت. زين، واذا الفاعل جمع خلي فعل مجرد، وبالنفي تخلي دونت. إذا جينا ولقينا الجملة بيها ود، راح تروح تحول الجملة للماضي. شلون أحول الجملة للماضي؟ هو الفعل قلبه ماضي، فعل ماضي. زين يا به، وإذا منفية تخلي didn't. بس دير بالك من تخلي didn't الفعل مو ماضي، راح يصير الفعل مجرد. أما إذا لقيت الود وهذا زائدا تصريف ثالث، انت راح تروح للفراغ تخلي له هاد زائدا تصريف ثالث. احتمال بالعكس، يعني شلون بالعكس؟ احتمال شغله مقابله الها. زين، تعالوا خلينا نشوف هاي، يعني بس هذه هسه جايك احنا هسه جاي نصعد، جاي نبني بنيان هذا الاساس. نجي هنا أنا. هذا الأساس جاي هواي من عنده بالأسئلة الوزارية. خوش، هنا يا شبابنا الأعزاء إذا شفنا راح نلقى الود عافية، وإذا لقيت الود نجي نشوف القاعدة تقول. شو تقول القاعدة؟ يقول والله إذا لقينا الود نروح نحول الفعل ماضي. إذا لقينا ود نحول الفعل ماضي. بويا شنو الماضي مالة الهاف؟ هاد. بس هاي تكتبها بالامتحان، وكان الله يحب المحسنين. بعد بخير ودلل، بعد بعد ولا يكون ببالك. هنا بهاي الجملة لقينا مستقبل، شلون عرفتها مستقبل؟ من خلال الول. زين، لقيت مستقبل، آمنت بالله، شو اسوي؟ قاعدة تقول إذا لقيت مستقبل باستعمال الول، إذا هنا الفراغ يكون بالمضارع البسيط. شلون المضارع البسيط؟ المضارع البسيط يقول في حالة المفرد نخلي أس، وإذا نفي تصير doesn't، يعني الجواب راح يصير doesn't. زين، والليف تنزل الليف ما لنا علاقة بيها، فيصير الجواب doesn't leave، نفس شغلنا. بعد
يا ابا بعد بخير الدلة. تعال شوف هاي الجملة. هاي الجملة لقينا ماضي. شوف لقينا ماضي. القاعدة تقول، تقول إذا لقيت فعل في حالة الماضي تروح للفراغ تخلي له ود. زي شو يجي ورا الود؟ هو بس تخلي ود، يعني وراه ينزل فعل مجرد. شلون؟ أنا لقيت ماضي، إذا هذا الفراغ راح أخلي له ود، إذا بس تخلي ود. زي ود جوين، بوي نزلها جوين ورا الود، ما عندنا إشكال بيها، فراح يصير الجواب مالتك ود جوين. وأيضا ناخذ هنا، راح ناخذ مجموعة من الأمثلة حتى شنو؟ حتى نسيطر على المادة. بهاي الجملة إيش لقينا؟ والله بهاي الجملة لقينا، لقينا ود وياها فعل مجرد. نجي نشوف المخطط أيضا. هنا أنا إذا لقيت الود تروح تحول الفعل ماضي، يا إما شواذ يا إما إيدي. وأنتم الشواذ لازم تحفظوها شباب، يعني الشواذ راح تجيكم كل المنهج ما عدا المستقبل. طيب لقينا ود، إذا الفعل ماضي البلاي يصير بلايد. هذا بلايد. خوش خلصنا؟ لا ما خلصنا. شلون؟ تعال نشوف هنا بهاي الجملة شو بيها. هاي الجملة لقينا بيها هاد وتصريف ثالث. لقينا هاد وتصريف ثالث، خلينا نمسحها هاي. شوف اي، واذا لقيت هاد وتصريف ثالث، يقول اذا لقينا هاد وتصريف ثالث، تعال نشوف الجدول هنا. هنا يا شباب اذا لقينا هاد وتصريف ثالث، اذا نروح للفراغ نخلي له ود وهاف وتصريف ثالث. فانت ايش راح تسوي؟ راح تخلي ود، تخلي هاف، هذا نخليه من عندك. اما الجوت يصير تصريف ثالث. شنو تصريف ثالث مع الجوت؟ هو نفسه جوت، فيصير الجواب ود هاف جوت، نفس شغلنا. خلصت؟ لا ما خلصت. شلون؟ نجي لهاي الجمله نفس الحاله، هي نفسها ترى. هاي شوفوها، لقينا ود هاف تصريف ثالث، واحنا هسه اخذنا ان يابا اذا لقينا ود هاف وتصريف ثالث شو نسوي؟ تروح للفراغ تخلي هاد تصريف ثالث. هنا راح تخلي هاد، هاي الهاد تخليها من عندك، وهاي الهاف تخلي لها تقلبها تصريف ثالث تصير هاد هاد، يعني راح تصير هاد هاد. وهنا نجي نتعامل مع مسألة نفسية عند الطلاب، الطلاب خاصة بالعراق إذا شافوا الهاد بصفها هاد يرتبك، ما أدري شو يصير بي، عيني ماكو إشكال، الهاد بصفها هاد ماكو أي مشكلة بيها. بعد بعد نجي وين؟ اكو جملة منتظريها، وين راحت هاي الجملة؟ نعم هاي الجملة. شبيها هاي الجملة؟ أنا أقول لك شبيها شبابنا الطيبين. خلنا نصغرها شوية لديها. ركزوا وياي. شركز، تركز وياي باللي راح نحكيه. شنو هو اللي راح تحكيه؟ إذا، إذا شنو بويا؟ إذا كانت الجملة مضارع بسيط. شلون يعني مضارع بسيط؟ يعني الفعل بي اس أو الفعل مجرد. إذا كانت الجملة مضارع بسيط في جواب الشرط، يعني شنو جواب الشرط؟ جواب الشرط بيناتنا الحكي يعني بدون اف. تعال نسولف. اذا كانت الجمله مضارع بسيط في جواب الشرط، شوف ما بيها اف، الاف صايره هنا بجمله الشرط، يعني شنو نسوي اذا لعد؟ اذا هاي حاله الزيرو، هسه بدون ما نذكر هذين الحالات، ايش راح تسوي؟ تشوف الفاعل هل هو مفرد، هل هو مفرد لو جمع، اي واذا اذا مفرد تخلي له اس بحاله النفي دازنت،
وإذا جمعت عيف الفعل مجرد بحالة النفي don't. لا دقيقة خلنا نتفاهم شلون يعني. أعيدها، لقينا جملة بالمضارع البسيط في جواب الشرط، فعل بي اس وماكو بدايته اف، ايش راح نسوي؟ اذا هاي حالة الزيرو. نروح للفراغ، سيستر مفرد لو جمع مفرد؟ والله اذا مفرد نخلي للفعل اس يعني البرا، الصير بروز. دقيقة استاذ، يعني هو ما راح يجيب لنا منطوق سؤال، للأسف ما راح يجيب لكم منطوق سؤال نهائيا. زين، بعد ناخذ أمثلة حتى تصير واضحة للطلاب. هذا الموضوع صورة أساسية يراد له تدريب. نجي لهاي الجملة، ايش بيها هاي الجملة؟ ايضا لقينا ود. طيب واذا لقيت الود؟ ما عنده قاعدة، يقول اذا لقيت الود اللون الأحمر، يقول لا، إذا لقيت الود تروح للفراغ تحوله ماضي. يعني أنا لقيت الود رحت للفراغ، شنو الماضي مالت كان؟ كود، يلا مشيها كود. ومجبورين تحفظون الشواذ. نجي لهاي الجملة، لقينا هاي الجملة مضارع بسيط. شلون عرفت مضارع بسيط؟ هذا فعل مجرد، اذا هذا مضارع بسيط. والقاعدة تقول انه اذا كان عندي مضارع بسيط شنو اللي راح اسوي؟ مضارع بسيط، اذا مقابل المضارع البسيط الجملة المقابلها راح تكون بالمستقبل، يعني نضيف الول. طيب ساد، نقدر نخلي شغلات غير الول؟ خليها ول واسكت. يعني ليش انت تحمل نفسك اكثر من طاقتها؟ will probably feel، شوف نفس الجواب. هاي كلها اسئله وزاريه. نجي لهاي الجمله، هاي الجمله لقينا بيها ود، عافيه. واذا لقينا ود، تعال ايضا نشوف القاعده، القاعده تقول اذا لقيت الود تحول الفعل ماضي. انا لقيت الود، اذا احول الفعل ماضي يصير one. بعد هواي هواي اجت اسئلة وكلها نفس النمط، بس يعني تهمني هاي الجملة شبيها. عندنا جملتين فراغ واحد، راح نروح لهذا الفراغ، لقينا هذا الفراغ مضارع بسيط في جواب الشرط. احكيلك اياها بطريقة مبسطة، مضارع بسيط فعل مجرد وماكو هنا اف، اذا هاي حالة الزيرو. اي حالة الزيرو انا شو اسوي؟ حالة الزيرو هسه سولفنا، تروح تشوف الفراغ مفرد لو جمع؟ لا جمع. اذا جمع تخلي فعل مجرد وبالنفي دونت، اذا هنا راح عندي فاعل جمع بحالة النفي، نخلي don't bring. خلصنا؟ لا ما خلصنا. ليش؟ بالسنين الأخيرة بدأوا يجيبون منطوق سؤال أو طريقة أخيرة، فركز وياي استاذ. هسه أنت قلت لنا، ايش قلت لكم يا بي؟ وين رحتي؟ ايش قلت لكم يا بي؟ قلت لنا اذا لقيت جملتين فانت ثواني خلينا تمام استاذ، قلت لنا اذا اجاك فراغ واحد بس بالسنين الاخيره قام يجيبون فراغين، شلون جابوا فراغين؟ يعني مثلا على سبيل المثال اف she help them.
أوكي خطأ من عندنا نجحنا. تعاي إذا جابوا فراغين على سبيل المثال if she helped them they pay for it. طيب هنا شلون تنحل يا ابي؟ هنا جانا فراغين شو راح اعرفها؟ هنا لازم لازم يجيبوا لك منطوق سؤال يقول لك سوي لي سكند. اي شنو سالفة السكين؟ هنا نجي نقسم لكم الموضوع شلون؟ اكو عندنا الاف بحالة الفيرست وعندنا الاف بحالة السكند وعندنا الاف بحالة الثيرد زين وهاي هلا هاي يعطيك منطوق سؤال اسمها زيرو. طيب احنا ايش عندنا هسه؟ عندنا الاف بحالة السكند. ركز وياي الاف بحالة السكند ايش يعني؟ يعني انه اذا لقينا الاف بحالة السكند لازم يجي وراها ماضي. شلون؟ الاف بحالة السكند يجي وراها ماضي يعني الهيل صير هيلد. هسه لزمنا راس الخيط ما دام عرفنا ماضي اذا هنا راح تصير ود باي. عيدها 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 استاذ نعيدها تدللون دقيقة نعيدها يا ب she get the test if she come early. إذا جاب لك هاي الجملة ترى لا أني ولا أي أستاذ يقدر يحلها إلا إذا شنو أعطى منطوق سؤال. يعني هسه يريد يعطينا منطوق سؤال وقال يسوي لي إياها بحالة first حالة الفيرست جيد. نجي نلزمها يقول عندي الاف بحالة الفيرست. ركزوا وياي الاف بحالة الفيرست. نجي هنا ندور يقول الاف بحالة الفيرست يجي وراها مضارع بسيط بالمفرد اس وبالجمع مجرد. اذا عندي الاف بحال اوكي عندنا الاف بحالة الفيرست شي مفرد ياخذ فعل بي اس يعني الكام صير كامز. هسه نزلنا راس الخيط اذا هنا أنا عندي فعل بي اس اذا هنا أنا will get. ايضا مثال اخير هنا ايش عندنا شباب؟ مثال you drive fast if you have meeting او اميت. اوكي اميت افضل زين. هنا أنا شنو سالفتها؟ سالفتها يقول لي حلها. دقيقة شلون أحلها؟ مو هنا أنا عندنا مشكلة يا أبي. شنو مشكلتك؟ مشكلتي عندي فراغين. يعني هو لو مروس لي الخيط ومطيني فالتلميحة حتى أعرف هاي يا حالة. هنا أنا راح نعتمد على الفيرست والسكند والثيرد. أنا هنا أنا راح يطيني يقول لي سوي لي إياها على سبيل المثال ثيرد. ثيرد كونديشنال. ما دام ثيرد كونديشنال الاف بحالة الثيرد يجي وراها هاد وتصريف
ثالث. إذن أنا عندي الـ if. حالتي الثيرد يجي وراها had، وتصريف ثالث للفعل have أيضا تصير had. لزلنا رأس الخيط، ما دام هنا عندنا had وتصريف ثالث مقابلها نخلي would و have وتصريف ثالث، يعني would have تصريف ثالث مالتي drive driver. هاي سالفة if الشرطية، قاعدة بسيطة تحفظها راح تسيطر على كل الأزمنة وكل الحالات الوزارية. زين، طيب مو احنا قاعد يقولون يا بشي يقولون يقولون لا مو اكو حالات انه مثلا عندنا zero conditional تجينا مع الأمور العلمية، هاي كمعلومات خليها عندك تفيدك. بالوزاري حسب السنين السابقة ما يجيبون إلا مننا. عيون طلابنا الأعزاء، بالتوفيق للجميع.